ضيفنا اللي نرحب بيه طبعا بشرفنا في السادسه النهارده الكابتن الكبير عادل طعيم. مساء الخير كابتن عادل. مساء الخير يا احمد. انا بس عايز قبل ما افتح ملف افريقيا انا عايز اتكلم شويه على ميركاتو للاهلي لو سمحت لي. يعني اضافه مهاجم زي وسام ابو علي وطبعا واحد من اللاعبين المصريين المتميزين جدا عمر كمال عبد الواحد، رايك ايه في الميركاتو وشايف ازاي يعني الاضافه اللي ممكن يقدمها الاسمين دول مع مارسيل كولر بعد طبعا ما نخلص امم افريقيا وبدايه المشوار الاهلي في مختلف البطولات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دايما اختيارات النادي الاهلي سواء مدير فني او لاعبين بتبقى بيجيب العناصر اللي هو محتاجها، في نفس الوقت ما بيجيبش لاعب عشوائي، بيبقى في نوع ما بين التنسيق ما بين شركه الكوره ما بين الكابتن محمود طبعا نمره واحد، ثم لجنه التخطيط، ثم اللجنه بتاعت كابتن هاني رمزي، عمليه الاختيارات وعمليه المتابعه بالنسبه للاعيبه، وبيقعدوا مع المدير الفني انت ايه اللي انت عايزه، بيقول لهم انا والله انا عايز واحد راس حربه في صندوق بيعمل ميزاته، واحد اتنين تلاتة السن قد كده، هما بيدرسوها بقى فنيا وماديا. ماديا انا هجيبه بكام، ولما يقعد عندي 3 4 سنين هبيعه بكام، ما ده شغل المحترفين اللي احنا النادي الوحيد اللي في الشرق الاوسط او يعني في افريقيا شغال بالشكل ده. فعمر طبعا كلنا عارفين ان الراجل جوكر طبعا، فلما يكون عندك 5 6 لعيبه بيجيدوا في اكتر من مركز. تلاقي خالد في خط الظهر، تلاقي هاني في خط الظهر، هتلاقي اكرم، هتلاقي كريم، هتلاقي كهربا، هتلاقي حسين الشحات، هتلاقي بيرسيتاو، يلعب في اكتر من مركز بيضاف عليهم عمر. فطبعا عمر اضافه انه بيلعب في خط الظهر، ممكن تلعبه كراس حربه، ممكن تلعبه على الطرف. فالاماكن دي الى جانب طبعا السن، الى جانب ان هو شاري النادي الاهلي، ودي يبقى نمره واحد في اللاعب. وشفنا تصريحات وسام لما جه، هو جاي وسايب اوروبا علشان يلعب في النادي الاهلي. هو عارف واضح انه في هو يعني في انتماء كبير اساسا من قبل ما يجي للنادي الاهلي. وبعدين ده جاي منين؟ جاي من السويد، يعني اي حد يتمنى بس يعني في السويد دي يعني الاجواء بتاعتها يعني حاجه. فاسم النادي الاهلي كبير قوي طبعا، فهو جاي علشان الحاجه دي. فطبعا الاختيارات لازم تبقى يعني بتثق 1000000% باذن الله تعالى ان الصفقتين مفيدين جدا للنادي، الى جانب اعتقد ان برضه هيبقى فيه يعني اضافات تانية الله اعلم. لكن برضه انت لو في اضافات تانية تحب يعني هو الراجل هو قائد السفينه. ايوه مع طبعا انت شايف الاهلي محتاج اضافات تانية؟ محتاج في قلب الدفاع، قلب الدفاع ومحتاج هاف ديفندر. احنا عندنا وفره في نص ملعب كبيره قوي يا كابتن عادل. في حاله ديانج لو ديانج ماشي لازم في حد. وبعدين احنا ما بنلعبش بطوله او بطولتين. انا فاهم طبعا. بنلعب 7 بطولات وفي ضغط ماتشات، محتاج فرقتين. فانا واقف دلوقتي على الشاطئ على البلاج، انما لما اخش في جوه المحيط لا، انا عندي افريقيا وعندي 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 عندي ماتشات كتيره. الراجل لا، ولسه الموسم بالنسبه لنا ما ابتداش، رغم ان احنا لعبنا تقريبا 5 بطولات، لكن الـ 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 الاطول والاصعب لم ياتي بعد. يعني زي ما بيقول عندك افريقيا وعندك دوري وعندك كاس وعندك سوبر وكاس وسوبر ودوري. لعبنا في الدوري ايه 5 6 ماتشات تقريبا، احنا لاعبين 6 6 ماتشات يعني لسه بدري. وبعدين داخل على افريقيا. ايوه وبعدين اللعيبه بقى بتتاخد منك على طول بقى تصفيه كاس عالم. ادينا فهم افريقيا اللعيبه هتبقى غايبه عننا 1.5 شهر. فلا بد يبقى دايما النادي الاهلي يبقى عنده. وبالمناسبه احنا كنا لسه بنتكلم على اكتر الانديه اللي لعبتهم بتشارك في البطوله، النادي الاهلي ومعاه في نفس الترتيب اعتقد سان داونز هم اكتر انديه لعبتها بتشارك في بطوله امم افريقيا، 11 لاعب من الاهلي و11 لاعب من سان داونز، بعد كده بقى انديه اوروبيه مارسيليا مش عارف وكذا نادي تاني. يا احمد على مستوى العالم انت السنه دي هتلعب يعني الاحصائيات بتقول 85 مباراه. ايوه ده نوع من الاعجاز. مفيش نادي في العالم بما فيه المحترفين اللي هم يعني عايشين في اجواء واحتراف يعني احترافيه كامله ومقابلات ماليه عاليه جدا، ومع ذلك ما بيلعبوش عدد المباريات ديت. صحيح. الموسم اللي قبل الماضي عمرو السوليه لعب 90 مباراه سواء مع الاهلي او مع المنتخب. احنا طبعا ما بنحسبش ماتشات المنتخب كمان. صحيح، ولسه عندك اولمبياد باريس. فكل ده طبعا
لابد يبقى عندك عندك في خط الظهر. الحمد لله محتاجين هاف ديفندر بحيث ان الاصابات بتبقى كتيره. الباك ليفت ممكن برضو يبقى في باك ليفت مع كريم ومعلول. يعني في شكر، يعني عجبني قوي شكر الحقيقه محمد شكر. عجبني قوي قوي، راجل من ولاد النادي وبعدين بيجيد التسديد، بيدافع كويس وبيهاجم كويس. وصفقه اعتقد ان شاء الله اذا كان فيها موافقه من لجنه الكوره طبعا ولجنه التخطيط تتمنى انها تتم. طبعا.